لا بأس. الحكم على مرة المسيرة مستمرة. الحكم على مرة المسيرة مستمرة. الحكم على مرة. مدرسة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية. مدرسة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية. مدرسة شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية. مدرسة شعبية. على جهه الاسلام اننا رسالتنا واحده ولا رساله اخرى بعدها. سيد الوزير اليوم تحدث انه مستعد للعوده الى طاوله المفاوضات في المقابله النقابه تتلقى فليعلم الجميع ان العلاقات الشموليه منظمه وان التفاوض لا يقع في قهوه ولا لا يقع في بهو. التفاوض له اصوله. فليبعث وزير التربيه بمراسله رسميه الى الجامعة العامة للتعليم الثانوي عبر مكتب التنفيذي للاتحاد العام لسوق الشغل، وعندئذ سنكون قبل الموعد بساعتين ولا بيومين ولا بشهرين. بين اليوم الى متى ستتواصل هذه التحركات في حال انه المفاوضات لم تجد الاهداف الحقيقيه؟ اولا أولا تحية إكبار وإجلال لكل الأساتذة في كل ربوع تونس خرجوا اليوم في وقفة غضب جديدة، ونحن نبعث برسالة أخرى للوزير أننا لن نتنازل عن مطالبنا، وأن من يدفع إلى سلة بيضاء هو وزير التربية والحكومة. نحن مددنا أيدينا للتفاوض، ولكننا إلى حد الآن لم ندعى منذ 23 نوفمبر إلى يوم الناس هذا. ما زلنا ننتظر دعوة ترتقي إلى مستوى التفاوض الحقيقي الذي يعبر عن أننا نتعامل مع حكومة ونتعامل مع هياكل دولة، ولكن للأسف يطالعنا هذا الوزير بجولات وصولات مشبوهة بطبيعة الحال عبر وسائل الإعلام، وآخرها كما ذكر الأخ عامر المنجة كان هذا الصباح بأنه يتهم جهة صفاقس بأن نسبة الانقطاع تمثل أكبر نسبة في كامل ربوع هذا الوطن. نقول لهذا الوزير أننا الأوائل في النضال، وأننا الأوائل أيضا في النتائج الدراسية. وهل تعتقدون أن نفس النتائج ستكون نفس النتائج؟ ونحن نعرف ماذا نقول، ونحن ملتزمون ونحن منضبطون. رسالة نوجهها إلى تلامذتنا، نقول إننا ندافع عن مدرسة تضمن لكم وتكفل لكم حياة كريمة وتعليما يليق بكم. هم يريدون أن يدفعوا إلى المدارس الخاصة، ولكننا نحن ملتزمون بالمدرسة العمومية لأنها عنوان هذا الوطن عبر أجيال وأجيال. اليوم فما تخوفات من تسييس المسألة والحال، وخلينا نكون واقعين، رينا بعض الوجوه السياسية مشاتها معاكم اليوم في التحرك. أقول في البداية تحية صمود ونضال وثبات لكل المعتصمين والمعتصمات، لكل من تجمع اليوم معنا، لكل من ساندنا من أجل قضية وطنية باستحقاق. اليوم مدرستنا قاعدة تضيع، وهيك عليها نعاود ونقول راهو اليوم لكي ننقذ سنة دراسية، لكي ننقذ كذلك مؤسسة تربوية، لكي ننقذ مستقبل جيل ومستقبل وطن، على الجميع أن يلتقي هنا. اليوم يطالعنا الوزير بخنار وزارة التربية، هذا الخنار اللي يتمثل خاصة في 60 فيسبوك على سبيل يسب ويقلب في الأساتذة. اليوم الوزير يقول على فلوس ضاعت، اليوم يقول على إصلاح منظومة تربوية خاربة، والإصلاح اللي جاء في الوزير اللي قبله كان مجرد كذبة كبيرة جدا. فلوس الشعب اللي تنهبت واللي تسرقت واللي كذا، نقولوا احنا من منبرنا هذا لن نتراجع عن مطالبنا، وجزء كبير من المطالب نتاعنا هو اصلاح المنظومة التربوية وحق صغيراتنا في مدرسة شعبية عمومية ديمقراطية. ثورة. اليوم هل انه الفتره اللي ما زالت على اختتام السنه التربويه قادره انها تعالج الملف هذايا، قادره على الاقل ترموا ما بقي منها حتى اذا كانوا وصلتوا الى حل؟ في البدايه تحيه كبار وجلال لكل الزملاء والزميلات في كامل معناها ربوع تونس اللي اليوم خرجوا في يوم الغضب للتعبير فعلا عن غضبهم عن سياسه يعني لا مبالاه اللي قاعده تنتهج فيها معناها وزاره الاشراف، وكذلك الحكومه اليوم اللي قاعده تشوف في وضع تيماتنا اليوم وضع مؤسستنا اليوم، واحنا علينا نقولوا راهو مؤسستنا بالفعل خطر. اليوم احنا قادرين راهو باش نلقاو يعني حلول، والحلول شفناها اللي حتى في سنه الثوره في 2011 كيفاش نجحنا الامتحانات وكيفاش رعيناها وكيفاش حافظنا على صغيراتنا وعلى امتحاناتنا. اذا الدروس لم تتوقف، احنا خلال الثوره احنا الدروس لا حتى توا الدروس لم تتوقف، ونحب نجاوب على المغالطات قاعده تتقدم على في وسائل الاعلام كونه احنا موقفين الدروس. لا احنا نقريو، احنا فقط
عليهم، يعني الوزير هذايا ماهوش قادر باش يرعى مصالح منظوريه من اساتذه ومن ثلاثه، وقتها توا خرجوا من الاقسام. اما احنا كنا قريب لاباس علينا وقادرين باش نجحوا السنه الدراسيه اذا اليوم يجلسوا على طاوله مفاوضات جديه، مفاوضات بدون شروط اللي قاعد يقدم فيها الوزير، لانه الشروط هذيك بطبيعه ما تخدمش لا مصلحه القطاع، لا مصلحه الاساتذه، لا مصلحه التلاميذ، ولا مصلحه تونس في دفاعها عن مؤسسه عموميه مجانيه تخدم كل ابناء شعبنا مختلف. سي قيس، اليوم اذا كان نسمعوا جميع التصريحات تقول مليش مش نتنازلوا على مطالبنا، في المقابل اذا كان حبينا نوصلوا الحل يلزم شويه تتنازل النقابه وشويه تتنازل الوزاره، شو رايك؟ نحن بالنسبه للنقابه لن نتنازل على يعني على نقاط بعينها، اولا نتنازل عن ضخ اموال المؤسسات التربويه واصلاح وضع الرهيب بها، قد نتنازل على منحه من المنح، قد نتنازل على يعني تاجيل، قد نعمل جدوله زمنيه اخرى جديده نحن نتفق بها، لكننا لن نتنازل عنها، لن نتنازل عن التقاعد لانه هو مصنف المهنه بتاعنا مهنه شاقه، ولن نتنازل عن تخفيض مصاريف التقاعد، ولن نتنازل عن كل ما به ما نظر فيه زملاؤنا لمده عام وأربع شهور وحنا نرجو، لكن اعود بك الى اتهام تحركاتنا وشيطنتها، ان اتهام تحركات مسيسه، نحن من عام وأربع شهور نقلنا لتونس، مشينا قدام القصر. موجوده وكانت موجوده لا معنا في تونس، وكانت موجوده ورفعت شارة الاساتذه ونصت الاساتذه حتى في قمه مجلس النواب، ونحن نكون لها كانت كامل الاحترام، وامام الشيطنه الموجوده في قطاع التعليم الثانوي والنضالات في قطاع الثانوي، فنحن نرحب بكل النواب الشرفاء والذين يدافعون عن رجال التربيه والتعليم وعن المنظومه التربويه، وهم في نسبه كبيره منهم ابناء المنظومه التربويه وهم اساتذه، ونحن جينا لهنا ما جيناش كان اساتذه، جاوا معنا نواب، جاوا معنا زوجاتنا، جاوا معنا التلاميذ ابنائنا، قدمنا الرساله ونرجو ان تكون لنا حكومه تنصت لها اذان ولها برامج يمكن ان تطبقها. وشكرا. باش نطرح سؤال صحيح، هل الحكومه هذه والحكومات المتعاقبه في تونس هل جعلت من التربيه والتعليم اولويه ولا لا؟ بالارقام والمال قوام الاعمال، وقت اللي نشوف انا دوله تهبط من ميزانيه المؤسسات في ظرف 8 سنين الى ما نسبته 70%، وقت اللي ندخل القاعات الاستاذ ما يلقاش ستيلو، الاستاذ ما يلقاش باش يتبع الفرض نتاعو، الاستاذ ما يلقاش الاحبار، الاستاذ ما يلقاش الكومبا، انا اتكلم فيك في معهد الحنشه تسعه اساتذه رياضيات وصلنا نهار كيلو كومبا برك، الاساتذه ما يلقوش كومبا باش يقروا الدرس نتاعهم، هكا ولا؟ يعني المعركه بالاساس هنقول لك بالصحيح هي معركه من اجل الدفاع عن المؤسسه وعلى المدرسه العموميه اللي تربت فيها انت وتربت فيها انا والخرجت اجيال اليوم مستهدفه، وهذاك علاش اليوم التلامذه وشعب راي قضيه شعب راي مش قضيه التعليم الثانوي، صحيح احنا في قلب المعركه، صحيح احنا دينا في العجينه كما يقال، ولكن قضيه التعليم هي قضيه شعب باسره، ومرحبا بالوجوه الاعلاميه، ومرحبا بالوجوه السياسيه، ومرحبا بالوجوه المجتمع المدني التي يعني تدفع في اتجاهي وتتضامن في اتجاه حلحلة هذا الموضوع، ماهوش حديث، يجب نطرح الأسئلة الصحيحة، اليوم هل الحكومة المتعاقبة والحكومة هذه جعلت من ملف التربية والتعليم أولوية؟ احنا من 4 نوفمبر اللي فات واحنا نراوح مكاننا ووزير التربية يضرب 3 شهور ل 4 شهور في سبات عميق، ها ويخرج علينا البارح باش يعمل تصريحات ما تحلش الازمه، ما تزيد كانت اججها وتعفن الاجواء وتسممها وتدفع في اتجاه تخريب وتسميم المؤسسه العموميه، وهنا نتحدث على السياسه، نتحدث على السياسه اكثر، يعني الحكومه هذه ورئيس الحكومه ماهوش قادر باش يتدخل ومجلس النواب ماهوش قادر باش يتدخل باش يحل المشكله هذه، قادرين لكن يستثمروا فيه سياسيا لالهاء الراي العام، لالهاء الراي العام، لان قضيه التعليم تهم الناس الكل. ليش تفكير نحو هذه الخليه ازمه الحكومه لحاجه عاجله تحل لنا الاشكال؟ ما اكثرش من الخليه اللي موجوده خارج الاذاعه، وما اكثرش من الخليه اللي خرجت فيها التلامذه بالالاف في شوارع تونس، وما اكثرش من الخليه ان الاتحاد اللي عنده الشغل اليوم واقف مع التعليم، وما ثماش اكثر من الاستاذ حريص على حمايه المؤسسه التعليميه.